أسعد الله صباحكم. إحنا اليوم في برنامج فلسطين هذا الصباح عندنا وصفتين للسمك، طبقين مشكلين. عندنا الأول اللي هو سمك مشكل، جمبري، كلماري، سلطان إبراهيم، دنيس، فريدة، سمكة موسى المعروفة بالصول. عندنا الطبق الثاني اللي هو منفاخ ستيك بالطحينة. نبدأ في الوصفة الأولى، نتبل السمك للقلي. لازم نشرح السمك عشان تدخل له التوابل وساعدنا في عملية القلي. بنتبل شغلة شغلة، بندمج الفريدة مع الدنيس مع الصول، وبنخلي الجمبري والكلماري بنتبلهم لحالهم. تتبيلتنا معروف السمك، كمون وملح، وبنفضل انه يكون الليمون فريش. نحركهم في بعض عشان نتأكد التوابل موجودة في كل أنحاء السمك. بنتبل الجمبري والكلماري لحالهم بنفس الطريقة، نضيف الكمون والملح. نحط رشة من الليمون. هيك سمكنا صار جاهز بالتوابل تبعته. نتأكد انه الطحين مغطي السمكة كلها. نفحص الزيت تبعنا جاهز للقلي. نبدأ نحضر بقية السمك. لازم يكون السيرج غميق لقلي السمك عشان السمكة تكون مرتاحة في القلي وتطلع طيبة. نتبل اللي هو السمك بتاع الطحينة. ملح، وبنضيف له شوية شطة مع الليمون. هذه الأثناء احنا بنجيب الزبدة للطحينة، بنحركها، بصل مقطع ناعم، والثوم والفلفل الأخضر. وصفاتنا الغزوية معروفة بالشطة والفلفل، والسمك هيك بتطلب. نيجي هنا للمنفاخ اللي احنا بدنا اياه للطحينة.
نرجع هان تاني نقلي الجمبري. الجمبري والكلاماري ما بياخد وقت كتير. نيجي هنا للوصفة تبعتنا اللي هي الطحينة. نضيف البهارات تبعتنا، بهار مشكل بوصفتنا بالطحينة أساسي، من الفلفل الأسود. بنضيف في البداية شوية مية، نحركها في بعض، نضيف لها الليمون. بعد الليمون بنضيف الطحين. سهلة التحضير، نعطيها شوية نار، ونكون احنا محضرين الكزبرة مقطعة بنضيفها عليها. هيك الطحينة تقريبا شبه جاهزة. نجيب السمك المنفاخ يتشرب في الطحينة. عندنا الدنيس وعندنا الفريدة البلدي، عندنا حبات السلطان إبراهيم اللي هي البربونيا، وبنيجي للجمبري والكلاماري اللي هو كتير مفيد في فيتامينات. احنا هيك طبقنا السمك صار جاهز. زبدة وسيرج خفيف، الطحينة شبه جاهزة. هيك الطحينة صارت جاهزة. نجي هنا لخلطة الرز. ثوم خفيف مع بصل مطحون ناعم، بنحركهم في بعض. نضيف لوصفتنا اللي هي خلطة الرز الجمبري والكلاماري. نضيف له اللي هو الحبار. هذه الشغلات تنعد من فواكه البحر ومشهيات في أنواع الأسماك. نضيف عليها رشة الماجي وشوية من الفلفل الأسود. عندنا طبعا هنا الرمان المجفف حسب الرغبة، نمزجهم في بعض تقريبا شبه صوص للرز. آخر شيء بنضيف لوصفتنا اللي هو الفليفل، الفليفلة الفلفل الملون مع ورق الزعفران. هيك وصفتنا للرز، خلطتنا صارت جاهزة. الجمبري والكلاماري زي ما حكينا لكم بدخل في مشهيات الطعام. هيك الخلطة اللي عملناها للرز صارت جاهزة، ما بدها أي إضافات إلا شغلات خفيفة لنظهر جمال الوصفة تبعتنا. Thank you.
هيك بنكون احنا خلصنا الوصفة تبعتنا، وصحة والف عافية، وكل عام وانتم بخير، شهر مبارك على الجميع.